بالظبط. دكتوره هدى ليه؟ طب ما نروح لقابيل اللي قتل هابيل، ما هي جريمه اخوه، هو واخوه وتاريخيا وليه اخوات سيدنا يوسف رموا هذا الطفل الجميل الصغير اللي احنا لما نتخيله كانوا عايزين يقتلوه اصلا كمان، يعني هم رموه في البير طلبا لموته، لانه رموه في في مكان هيجوع يموت. يعني حضرتك عايزه تقولي ان الغدر والخيانه والكراهية والحقد هو سلوك بشري موجود منذ بدء الخليقة يعني، حضرتك عايز تقولي كده؟ وله مبرراته يعني احنا ما نقول ليس الامر جديدا، احنا شفناه في قصة التاريخ كلها. احنا خلال خلال الفترة الأخيرة لما طلبت من زمايلي في الإعداد ان هم يبحثوا في المسألة، ما لقيناش صعوبة خالص في ان احنا نلقى قضايا، عشرات القضايا بل مئات القضايا اللي دايما فيها القاتل او السارق او الخاطف هو يا قريب يا جار يا صاحب. أقول لك يعني تفسير اجتماعي في المجتمعات اللي القيم الأخلاقية فيها عالية، احنا بنقول انما الأمم الأخلاق ما بقيت، فطبعا فين الأخلاق؟ هنلاحظ انه تم ضرب القيم الأخلاقية في الفترة السابقة نتيجة انه حصل عندنا حاجة كده بيسموها في علم الاجتماع تجفيف سائل التجانس الاجتماعي. يعني ايه؟ يعني اما نبص على مجتمع، عارف سائل التجانس زي الشوربة كده، ما نحط مكونات الشوربة ونسخنها تبقى كلها حاجة واحدة يعني، وبينها مية بتجمعها. سائل التجانس ده بيجمعنا ايه؟ الود، المسند، الحنية، تفاصيل كتير بتخلينا نطلب القرب من بعض والألفة. سائل التجانس ده بدأ تجفيفه من خلال أطماع، أنانية، رغبة في الاستحواذ، أشياء بقى هجمت بقى، فسائل التجانس يجف في مكونات المجتمع. يعني هل في منطقة دكتورة كده كل واحد لوحده بيحارب كل واحد بيحارب التاني بدلا من أن يزوب معه؟ لأن في عوامل ساعدت على كده، زي مثلا تراجع دور الأسرة المجتمعي بسبب المؤسسات المفروض الخاصة بضبط المجتمع دي في الرقابة مثلا والرعاية تراجعت. مهم اللي حضرتك قلتيه وخصوصا أن لازم نقول كلمة عن الأسرة، أن الأسرة هي مندوبة المجتمع. يعني المجتمع نحن نولد من رحم الأم للأسرة. طب هي أول وحدة بتاخد هذا الطفل وتبدأ تنشأه على ما يريده المجتمع منها من قيم وعادات ودين وأخلاق. خلاص الأسرة دلوقتي دعنا نتساءل على أي أسس تقوم، لأن المجتمعات بتحمل الأسرة شيلة وتكملها مؤسسة تانية اسمها المدرسة، مش كده؟ فين بقى الأدوار الأخلاقية التي لعبتها الأسرة قديما والمدرسة قديما والنشيد الوطني قديما؟ نيجي نبص. حضرتك تابعتي في كان في فيلم كده اسمه خيانة مشروعة، هل ممكن تبقى الخيانة مشروعة؟ وهل ممكن السينما تقدم الكلام ده؟ مستحيل. وهل ده يعني ليه تأثيرات سلبية على البنية المجتمعية؟ أنا أشكرك إنك قلت ده لسبب إن إحنا اعترضنا، عملنا لجنة للدراما أيام ما كنت عضو المجلس الأعلى للإعلام، فعملنا لجنة دراما وكان رئيسها الأستاذ محمد فاضل المخرج المعروف، وبدأنا نوجه نصائح لصناع الدراما وجبناهم عندنا في اللجنة. فمش عايزة أقول لحضرتك أنا استضفت عند المرحوم وائل الإبراشي لتأنيبي وأنا بدافع عن اللجنة، ليه؟ أنتوا ضد حرية التعبير وضد فنقول لهم يا جماعة لماذا لا ده